السلام عليكم، رمضان كريم عليكم على الأمة الإسلامية. والنهاردة هنتعلم إزاي نعمل البسبوسة بالسكر المكرمل. أدير هي سكر، كوباية سكر، كوبايتين سميد، زبدة نص كوباية، وعندنا برضو جوز هند في كوباية صغيرة، ومية نفس الموضوع في كوباية صغيرة، وحليب مغلي. احنا حطينا السكر والمية وولعنا عليهم، هنفضل نقلبهم وبعدين نسيبهم ما نقلبهمش لحد ما يبقى لونهم ذهبي. دلوقتي اللون اللي احنا كنا عايزينه وصلنا ليه، وهنبدا نصب اللبن. هو هيعمل زي بركان بس ده حاجه عاديه وهيبقى جامد، بس هيطرى تاني. كده الكراميل سخ خالص. بعد ما الكراميل خلص وقفلنا عليه، هنبدا نحط السميد والبيكنج باودر، اسف نسيت اقول لكم عليه، وجوز الهند. وهنبدأ نقلبهم. وهنبدأ نحط الزبدة. وبعد ما خلطنا كويس جدا السميد والزبدة، هنبدأ نحط فوقهم الكراميل. هنبدأ نخلطهم ببعض من غير ما نقلب جامد. لما قلبناهم ورشنا فوقهم رشة فانيليا، ما نعجنش كتير عشان ما تبصش منه، هنرصهم على الصينية. وهنحط فيها حتة سمنة وهنبدأ نعملها بيها. البسبوسة ندخلها في الفرن على درجة 180، وهتفضل حوالي 3 ساعة شكلها بعد ما طلعت من الفرن. وهنبدأ نصب فيها الشربات ده بعد، وده شكل البسبوسة بعد ما حطينا فيها الشربات، وهنسيبها ساعة ونص تهدى وبعدها هنبدأ نقطع. وده كان شكل البسبوسة بعد ما عملناها، وهي طلعت وصفة سهلة جدا، والبسبوسة طلعت مرملة. يارب تكون عجبتكم الفكرة. مع السلامة، نشوفكم في فيديو جديد.